تعيش مشهورة السناب شات الكويتية الدكتورة خلود حالة من الرعب بسبب ما حصل معها داخل منزلها. وفي التفاصيل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدكتورة خلود كانت فيه داخل غرفتها تعلم متابعاتها إحدى طرق المكياج والعناية بالبشرة لتظهر خلفها يد صغيرة تتحرك. ولم تنتبه الدكتورة خلود للأمر إلا بعد تداول الفيديو من قبل الرواد، حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انقسمت آراءهم بين من اعتبر أن أحد أطفالها كانوا معها في الغرفة وبين من اعتبروا الأمر غريبا ومخيفا حقا. وجاءت التعليقات على الشكل التالي: يا جماعة الخير، يمكن عيالها صح، أو يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه مرة صار لي نفس موقفها وفعلا طلع اللي ورايا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يسأل ما في شيء، شوفوا اليد صغيرة، أبفهم اللي مسوي الفيديو ما فكر تكون أو يكون أحد من أطفالها، وهاي شكله مجسم يد حق الخواتم. بدورها علقت الدكتورة خلود على الفيديو مشيرة إلى أنها لا تذكر ما الذي كان موجود خلفها عندما نشرت هذا الفيديو، وأضافت أن أولادها لم يكونوا معها وكانت بمفردها في المنزل، ثم عادت وقالت: ممكن أن يكونوا أولادي يريدون إخافتي، يريدون أن يعيشونني في فيلم رعب. يمكن عيالي يبي يخوفوني، صح؟ يمكن عيالي أنا حاول أهدي من روعي شوي. وتباينت ردود فعل النشطاء على تبرير مدونة الموضة الكويتية بين مؤكد على وجود أطياف غريبة في منزلها وبين متهم إياها بمحاولة لفت الأنظار إليها بغية تصدر الترند، في حين أوضح آخرون أن المقطع المصور موجود بالكامل على قناة الفاشينيستا الشابة على اليوتيوب وتتجلى فيه الحقيقة، مشيرين إلى أن اليد التي خرجت حقيقية وهي يد عاملتها المنزلية التي كانت تنظف زجاج الباب.